مالتي فيت في حاله ان انا اوريدي عندي مشكله في هشاشه العظام، في الحاله دي باخده كعلاج للمشكله ولا كداعم للعلاج اللي لازم امشي عليه اصلا واجود من خلال كل المكملات الغذائيه هي داعم، يعني لا غنى عن الدكتور ولا غنى عن الروشتة بتاعته ولا غنى عن الأدوية بتاعت الدكتور اللي بمشي عليه، لكن ألب مالتي فيت هيدعم لي جدا جدا، يعني مع الروشتة هاخد ألب مالتي فيت هيدعم لي جدا جدا صحة عظمي وصحة غضاريفي والعمود الفقري. القعدة كتير نمشي، المهم ان احنا نمشي، مش قادرين نعمل رياضه، حركي الدوره الدمويه في البيت. الست اللي قاعده في البيت بتشتغل، اشتغلي بايدك، اشتغلي بنفسك، قومي نظفي، قومي. على فكره في الحركه بركه، يعني على طول بنقول كده، في الحركه بركه. صحيح. ما تقعديش على الكرسي قاعده فاتحه التلفزيون وما بتتحركيش، ده بيقلل لي كثافه العظم جدا. مع الب مالتي فيت مهم اقول انه بيتاخد قرص واحد بس في اليوم، بلاش افراط في المكملات الغذائيه. القرص باخده الصبح عشان ادعم العظم وادعم طاقتي. عايزه طب انا عايزه يا دينا اقوم اشتغل في البيت واعمل، بس ما عندي كسل. بنشوف الكسل وبنشوف الخمول في كل الاعمار، ما بقاش صحيح. دلوقتي جد وتيتا لا، انت بتشوف ده جده بيبقى انشط من حفيده بكتير من الاحيان. عايزه أيوة اقول لك أيوة ده مشكله في الحفيد اللي هو قاعد مرنخ في البيت مرنخ وقاعد طبعا. لا انت وقت انت 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 دلوقتي وقت طاقتك، وقت انك تثبت نفسك، وقت انك تشتغل تحقق اهدافك، فلازم ندعم الطاقه بقلب مالتي فيت اكيد. هل في محاذير معينه لاستخدامه؟ يعني هل في ناس عندها مشاكل معينه مثلا في القلب، في السكر، في الكوليسترول، في الضغط؟ انا بنصح اي حد عنده امراض مزمنه من امراض قلب او سكر او ضغط ياخد قلب مالتي فيت، بالعكس هيدعم جدا لانه بيمنع الاكسده زي ما انا قلت، فبيظبط مستوى الكوليسترول في الدم مع الادويه اللي احنا بناخدها، وبيظبط القلب وبيظبط مستوى السكر لمرضى السكر مع اكيد البريسكريبشن بتاعتنا اكيد. بس الاثنين اللي بقول لهم ان احنا تحت استشاره طبيب، فئه صغيره جدا، يعني اللي عندهم مشاكل في الكلى او اللي عندهم مشاكل في الكبد ممكن يستشيروا الطبيب مع اي مكملات غذائيه، مش الب مالتي فيت فقط. لكن كل الناس، ستات، رجاله، شباب من سن 13 سنه، الشباب دلوقتي عندهم امتحانات، عايزين تركيز، عايزين طاقه، عايزين يفتكروا المعلومات اللي بيذاكروها، دعموا صحه اعصابكم ودعموا موتكم، لان انت بتشوف دلوقتي شباب عندها اكتئاب من الضغوط النفسيه. دعموا موتكم وصحه اعصابكم وتركيزكم مع الب مالتي فيت اللي مليان فيتامين بي كومبلكس من جميع العائلات، ومن اهمهم كمان فيتامين بي 12. دعموا صحتكم بالفيتامين اي، لان فيتامين اي بينشط لي الدوره الدمويه جدا، فبينشط الدوره الدمويه حتى في الدماغ. دعموا صحتكم كمان بالكالسيوم عشان عظمكم تقدروا تمشوا وتيجوا وتروحوا وتقوا من هشاشه العظم. طبعا مرخص من هيئه سلامه الغذاء، متوفر في جميع الصيدليات. الست الحامل تستخدمه وما فيش اي مشكله، الست اللي بترضع بتستخدمه وما فيش اي مشكله خالص معاها. طبعا ولو هنتكلم في هشاشه العظم، هم الستات اكيد بيبقوا اكثر عرضه من الرجال في هشاشه العظم يعني. طيب.